ربي خنفرغ قلبي. وبري مش يقولون برا روح، انا مش مروح اليوم قاعدة معكم لاخر دقيقة. صنعة يا يعطيه الصح، هو حل واحد نتاع صنعة؟ شنو هي الصنعة باش عملها؟ كل شيء كان السرقة كيفه. ويا احنا ندبهم الدور للح يا يح 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 يح، قيمته من قيمة الرئيس. لا فايدة في الحديث بنيتي، لا فايدة. عيشتنا مش كي عيشة توا الحقيقة نتاع ربي. كيفاش كنا؟ كنا بكري معناها الكبير يحكم في العائلة كاملة. أنا نثبت على روحي مرة عمي، احنا نلعبوا كصغار وكل، قال تضحكوا والله لما يجيكم وقت الغني يوفى ماله والفقير يتكشف حاله ويموت الثلث والثلثين والثلث اللي يبقى يدي على راسه البشارة. احنا وصلنا له هذايا، احنا الوقت هذايا وصلنا له. علاش؟ كانت الناس تعيش من رؤوس بعضها، كانت الناس يحرموا بعضها. احنا قلنا مثلا هاي الدنيا الزين يرحموا في كل ما يتقلب هكا، في كل ما هكا 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 زيني. صحيح انا ما قلناش كله ملاك، ثم حاجات باهيه وثم حاجات خايبه، ولكن الباهي خير من الخايب، الحق يقال راهو. اما توا ان شاء الله يا ربي وين كنا ونصبحنا، ان شاء الله احنا توا جانا قيس سعيد ان شاء الله ينقذنا من هذه النهضه. احنا مش نقول لك سارقوا في يده شمعه، هذا ما سارقوا في يده شمعه، في يده سبحه، معناه يسرقوا في يده من السبحه. الناس يتجرى والنهضه والنهضه، يقولنا باهي ما يصيرش، يعرفوا يخافوا من ربي. لكن في الاخر شو اللي صار؟ صار تتخذت. شو صار؟ الناس تلقطوا من الزبل، انا شفتهم بقره عيني. احنا نقولوا الله يرحم من خلى، لباس والحمد لله يا ربي ندوم علينا النعم. اما الناس، ناس مش عايشه، ناس راهي شيء حزينه. الناس ناس تو يقولوا الشباب شبيه ما خذاش، شبيه البنات بايره، باش ياخذها الطفله؟ ولا الطفل شو يروح؟ باش يروح؟ كارثه ولات المراه كي تجي يخطبها كارثه. لوسي، علاش لوسي؟ خاطر ما عندوش باش يصرف. اكل حاجه بكل الحسبه، كانت بكري البو والام ويعاونوا، تو البو والام باش يعاونوا؟ تو علاش باش ياكل؟ بالحق مش بالحق يقال. اما انا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي ان شاء الله يمشي في الطريق هذا قيس سعيد. احنا كلنا مع قيس سعيد. قالوا اعمل انقلاب على البلاد. لا لا انقلاب، الجاهل يحكي يقول انقلاب. انقلاب تو الناس هكا تحكي، انا كي يقولوا ما نسمعهاش، نحسب روحي ما سمعتهاش، خاطر ما يجيش انقلاب. يا خويا راضين به. اه انقلاب راضين به. ولو هو مش انقلاب. اما هم يحبوا يقولوا انقلاب، اما هو مش انقلاب. ومن الاخر الله لا ينحيه قيس سعيد، شنو يقعد هكا؟ شنو يقعد هكا؟ بالحق شنو يقعد هكا؟ خاطر علاش؟ خاطر شيء عندي غصه لهنا قاسه من عظما. ولا الحقيقه مش صغيره، انا عمري 63 سنه، نعرف بكري كيفاش كانت وتوا كيفاش كانت. توا يا سوادي يا مدادي، انا شراني على هنادي. تفهم بيه؟ قالك العام برقيز بكري كي جا باش يخرج من الحوانت، بكري ما كانتش شرايط، كانوا عندهم حشاك الظلف اكل هندي هذاك، فهمت؟ يغسلوه وينشروه على اكل هندي. توا تونس بالحق يا سويدي يا مدادي، انا شراني على جماعه النهضه. شوك مشونا، خلونا فارغين فارغين، وربي ان شاء الله يبعد علينا البلاوي. وشك منور تبارك الله، ونور خاطر ولا قيس سعيد. اما كان تقعد لنا النهضه ثم فين اتخذت، كان يقعد لنا هذاك شات الدنيا.
اخر كلام قالوا رشد الغنوشي قال يلزم نتصالحوا مع رئيس الجمهوريه ويسمعنا ونسمعوه ونتصدوا للفساد مع بعضنا. بعد ما تخذش راه مقرونه، بعد ما خلاها وجلاها بار يقول له بار الدور بغافل، بار الدور بغافل. يزي فيق الشعب التونسي يقول له كاين بكري مسكينات في بالها، ما نقول له تنا ما عاد حتى شيء، حتى كان شنو قال باش ينحيوا الفساد من البلاد. عاد كل شيء باش يتنحى هو وجماعته، هم الفساد. شكون فساد؟ ثم فساد واحد اخرين؟ لا لا هما كل شيء كان هما. يا اخو هو كان براس والديك فين كان؟ 20 سنه فين كان عايش؟ اشبيه ما حتى واحد في بريطانيا ما كانش حتى خلى واحد دخلوا للاسلام، ما وصلوا هو يصلي ويعطي في حق ربي. اشبيه حتى واحد ما دخل. تو زاد هنا خلاها وجليها لهنا. جال تونس خلاها كالزيت فوق الماء. كي نحكيو على الانجازات النهضه، شنو صار في البلاد؟ ويح نندبهم الدور لله يا يح 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 يح. اش تحبني نحكي؟ اش تحبني نحكي؟ وكان مش يقولوا خاطر متحجبه ومشيت عملت عمره، كان ما عملتش عمره اقسم بالله ما نعري شعري ونبدا نصيح ونبدا نقطع ونبدا نندب. نندب لطف بالحق. شيء اسف تخزر البلاد، بلادنا فيها الخير الكل، شعبنا مثقف. علاش قرات الام غسلت الصابون وخدمت في الديار باش وصلت بنتها ولا ولدها، وفي الاخر ولدها عجبك الاستاذ اللي يعمل هكا ويندب ويقول انا ما تحسوش باللي حاصل؟ صحيح قرا 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 وامه مريضه ملوحه تكر حاجه كيف ما نقولش كيف اه. وما ينجمش يقدر باش يعطي لامه ولا يشري لامه ولا يعطي لامه ولا ميجي. يحزن واحد يحزن يحزن، ولكن تونس ما تستحقش الحزن. ايما على الغلب تحزن. في وقت من الاوقات قال للدكاتره المتخرجين قالوا متعلموا صنعه ما فاتكم شيء. كل شيء كان صنعته هو السرقه، اي عنده هو صنعه باش يعلمها؟ هاي شنو هي الصنعه اللي عنده؟ قولي لي ترى شنو الصنعه باش يعملها؟ تو هذا حديث، تو هذا حديث، واللي ينقز مع الصغار اللي يلعبوا ولا بالحق، اللي يسمعوا حط وذنه ويسمعوا. سامحني عايشك ناقص ناقص. هو اقترح على قيس سعيد قال رئيس الجمهوريه بطبيعه قال نقعدوا على طاوله الحوار ونتناقشوا. اش بيه مش من بكري؟ صار معكم كشفوا لرواندا وقتها ولا مع شكون باش يحكي؟ مع الرئيس. قيمته من قيمه الرئيس. لا فايده في الحديث بنيتي، لا فايده. خليني يا بنتي خلوني انا وراني مازلت نورور، فكوا علي خلوني يبعدوني مازلت نورور راني. استنيني شو اكثر حاجه تطلبها من الرئيس؟ تشغيل الشباب. ثم ناس مساكن ما عندهمش ديار. الامان. كنا بكري احنا نمشيو، انا كنت تعرفي خلينا نحكي لك صح، انا كنت نمشي خلي زيد يعرفوني فين، انا نسكن في العوينه. من العوينه للاك كانت بكري قهوه بن محمود، نهز ستة بنيات معايا في الليلة ونسهر بيهم نروح بيهم حتى لعبة البنجو الساعتين بتاع الليل، نروح بالبنات لا واحد يقول وينكم ها حي تو تطلعي هودي نطلع نظيف ها ها مسلوطة ما عندي شيء. راه ما تقولوش ما عندهاش، عندي كل خير. كتريني تقول هذه مسكينك اجي لداري وش لدنتي عليه خاطر يعرضوك يفكولك ينحولك يندبولك يشلطوك يفكولك ساكك منيش يبي يقول منيش هذا الكل مو من الاحتياج. كان ما جاش من الاحتياج يسرقش واحد تجيبه مليان فاش قام يخطف ولا يسرق ولا فاش قام فاش قام؟ الخاطر مسكين محتاج. هاو كان ما تعلموا الصنعه يا يعطيه الصح. هو حل واحد نتاع صنعه؟ شنو هي الصنعه باش عملها؟ كل شيء كان السرقه كيفه ولا بالله خليني نفرغ قلبي. جا ربي خليني نفرغ قلبي. وبرا يمشي يقولوا برا روح، انا مش مروح اليوم قاعده معاكم لاخر دقيقه. ايوه نقعد ونكملوا برا ما يسيرش برا عاد بنات ابن اه شو يا تو شوفون آه. هو قال كان باش نكملوا هكا فما اختر على الديمقراطيه. اختر هو بيد اختر هو ما عادش نحب نذكر اسمه. بكري كيفاش كنا عايشين بكري كيفاش عايشين توا العباد. انا هاني قلت لك نحمد ربي وراني خارجه نظيفه عفيفه حتى الواحد اي علاش؟ على خاطر شيء دوخ يا باي. هو عايش يا باي عبي اللي يدخل للدولة هذه اللي يدخل بشكارة فارغة. عبي 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 حطها تحت ذبه ويقطع يجي الاخر كيفه حل لك شكارة كيفه خيه. عاد جا هو عاد قلنا الناس تسرق يقول لك سارقوا في دو شمعة. هو سارقوا في دو سبحة هاي
تو يجيكش البارك شكون بلاي شكون باش شكون باش نقول نعطوا فيه الثقه؟ اسمع نعطوا فيه الثقه. رئيس الجمهوريه قال فما شخصيات اللي عندهم شبهات فساد ما يخرجوش من البلاد ومنحهم السفر. يعطيه الصح يعطيه الصح يبرد على القلب. لكن هما قالوا انه هو الرئيس يسلب في الناس في حريتهم. لا 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 قالك ما خلطش الريه قال فيت من تنها ما خلطش هو للريه قال فيت من تنها خاطر قالك ما خيبك يا صنعتي كيف راك عند غيري. لو كان جا هو عنده ثقه ويعرف هو كيفاش مش متاعي انا نلصقه لك ليك انت تو معقوله تو معقوله راجل مثقف وقاري يتبع في الله احنا يا اختي ما عيطوليش خلينا نحكم حتى دقيقه في البلاد تو تشوفوني كيفاش نحكم لنا شويه الفلوس وتقطع من البلاد نهز الفلوس عاد ما الاخرين عاد اش خلوا فيها البلاد خلوا فيها حاجه كل ما حطات حضبابيتهم وقطعوا الرباط عندك كهربة مضخمة هكا؟ اه عندي كهربة لا ما نحبهاش كهربة مضخمة باش نبدا نفيش من غادي لا لا سقاي ربي يفضل لي سقاي 11 نمر 11 ربي يفضلو انا ريتهم يوروا فيهم في التلفزة مرا في السوق نهبط للسوق نلقى من الناس تبدا تلم وهي مسكينة تبدا تلم فك الزبلة يا حشوم يا حلا تونس راهي تونس راهي غنية راهي تونس رانا لبسنا علينا علاش الفوسفات قصوه هاي سامحني علاش قصوه الفوسفات الزيت علاش الزيت الدقلة علاش داودت علاش اسكتي اسكتي يا بنتي راهو شي يندب هكا ويعاود هكا مش على تونس تونس بيه يا عزيزه غاليه راهي اسمع على جسمها خلينا نتفكر يا حوالي تعيط يا حلميت حضبه يا اسمع وقت اللي نتفكروا لحكايه القمح وزير الفلاحه قال لي نعملوه بسيسه كي تحرق ما قال خان هذراحه قالت مسحوره ما قالش اخش بيها احنا هواء حتى الهايشة ما عادش تاكلها هوايش احنا رجعونا بسيسة اي ثم معدة ما تقبلش ثم معدة مرض ثم هاي الحليب قالك جيت نتكلم نلقى سكاتي خير نولي نسلم وحديثك مع اللي ما يفهمكش ينقص من العمار ولا احنا ندب عليه يا ربي يا ربي علاه ما تخلونيش نصف ساعة نحكم في تونس اكهو لا 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 نصف ساعة خاطر درجين شمية لا 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 نصف ساعة لا لا درجين لا لا درجين ما زلت نقول هكا وما بابا زعام راهو برا وليدي.